نتابع هذا الحوار بهذه الحلقة الخاصة من انترفيوز عن الحشيش والزراعة والتشريع المرتقب من قبل السلطات اللبنانية للأمر. سعادة المحافظ، بدي أسألك سؤال. حضرتك محافظ بعلبك والهرمل، هل تبلغت رسميا أو وضعت بأجواء من قبل نواب المنطقة، من قبل رئيس المجلس؟ الجو العام تبع البلد كان خلال العشرة أيام اللي سبقت كلها ما في يوم إلا ما عم يمرق إلا في خبر باتجاه هذا الأمر. طلع الموضوع بشكل شبه رسمي بالإعلام إنه الاتجاه هو واليوم أحد النواب بعلبك الهرمل أنطوان حبشة قدم كان عن دولة رئيس اقتراح أنه نسلمه للرئيس بيرلا. صحيح، والأمور أنا برأيي هذا الموضوع مسألة وقت فقط لا غير، موضوع تشريع الزراعة. ولكن هيدا مش يعني إنه يعني إذا بكرة شرعنا بعد بكرة تشرعت الزراعة، في أمور كثيرة. أوساط الرئيس بيرلا بتحكي عن شهور بينما دراسات بتقول انه في سنوات. يعني اليوم اي الاصح، انا برايي تشريع زراعه الحشيش راح يفتح بواب كبيره لحلول لمشاكل صار لها عقود من الزمن بمنطقه بعلبك الهرمل. يعني طيب اليوم راح يتم انشاء هيئه بتشبه الريجي اللي هي بتعطي التراخيص وهي بتشتري الانتاج. طيب ولكن بتعرف انه عندنا مشكله كثير كبيره بعلبك الهرمل، هي مشكله الضم والفرز. اغلب العقارات بعلبك الهرمل ما مفروزه. صحيح. فبالتالي اذا انا بدي روح على هيدي الهيئه وانا كان عندي ارض، ما انا ما بملك ارض بمعنى سند نظيف او 2400 سهم لحتى اقدر اخذ الرخصه. فبالتالي هذا الموضوع يعني هذا بيفتح المجال امام بالزبط. حرب عائلات لا 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 ابدا، بالعكس هيدي فرصه، هيدي فرصه لحتى نشيل كل هالمشاكل، لانه ساعتها رح يكون في ضروره واجباري ساعتها نخلص من موضوع الدم والفرز، موضوع كمان المي والري. لانه كمان يعني بكره اذا انا استحصلت على ترخيص وانا عندي واسطه او انا اقوى منك وعم اجيب المي على ارضي وانت عندك ترخيص ولكن ما قادر تسقي ارضك، كمان فتنا مشكله. طب ما سنوات صار هالمشاكل حتنحل هلا على يعني خلينا نامل انه المدخول تبع الحشيش بكفي اذا بس يستخدم بصندوق التنميه للمناطق المحرومه اللي هي عكار وبعلبك الهرمل. وهيدي الامور عم اقول لك انا موضوع الري والضم والفرز جزء اساسي من تنميه المنطقه، فبالتالي بكفي انه اذا الحشيش بتحل هذه المشكله. ف لنشوف شو بدها تحل الحشيش من مشاكل. متر وسيم، بدي اسالك يعني رئيس بري لهذا الجو الايجابي بالمرحلة الأخيرة عم ينحكى كتير كلام عن كذا عصفور مثل العادة، الرئيس بري عم يضربهم بحجر واحد داخليا لامتصاص نقمة بقاعية واتجاهات للتصويب باتجاهه من يعني من نائب بقاعي وهو اللواء جميل السيد، بالإضافة لأنه عم بجس نبض الأمريكيين حول الأمر. يعني بالواقع بعتقد انه الموضوع اليوم مثل ما ذكرت في مشكله موجوده فعليه، والرئيس بري بفتره الانتخابات الماضيه وما بعد الانتخابات كان واضح لجهد انه رايح باتجاه دعم المناطق المحرومه سواء بعلبك الهرمل او بعكار. وبعتقد انه الاطار القانوني المناسب او بعض الحلول القانونيه لموضوع الحشيشي بلبنان او زراعه الحشيشي بلبنان بيدخل بدون هذا الاطار العام، ما له خلفيات، ما بشوف انه له خلفيات دوليه او خلفيات مناطقيه بقدر ما هو في حاجه فعليه. صار في قناعه تكونت مع الوقت، مثل اي شيء مثل اي تشريع بيحتاج بعض الوقت ليتكون. اليوم هيدي القناعه اخذت بعض الوقت لنقدر نتقبلها، اليوم اصبح في قبول لها بمختلف الطبقه السياسيه، صارت قبلين تمشي فيها. يعني اليوم نحن قاعدين مع سعاده محافظ بعلبك الهرمل اللي هو عمليا اعلى مرجعيه اداريه بالمنطقه، اللي عم يحكي باطار رسمي بيقول انه تشريع الحشيش بيحل مشاكل كثير كبير، وهذا بيعكس بطبيعه الحال ايضا اراده شعبيه بهذا الاطار. لنرجع على موضوع التشريع بحد ذاته، موضوع التشريع هو منه موضوع بسيط، منه موضوع حيكون بيتاخذ بشكل خفيف. الوقت اللي بده يستغرقه هذا الامر انا برايي ممكن يكون كثير سريع. السبب مثل ما ذكرت قبل بشوي، الحشيشة موجودة، مش عم نحكي عن موضوع بدنا نشرعه لنبدأ بزراعته. الزراعة موجودة، تبدأ في بعض الشروط لتقدر تشرع، هو أن تعمل إحصاءات تعرف هذا الأمر وين موجود، ومن ثم تضبط المحصول. ضبط المحصول عندنا تجارب إيجابية كتير بلبنان على ضبط المحصول. لأعطيك مثل جدا بسيط على موضوع الريجي بتعلق بالطبخ. الريجي بعتقد كلنا بنعرف انه مؤسسه من المؤسسات الناجحه بلبنان، عم يتم ادارتها بشكل كثير شفاف وكثير جيد، واليوم ما عندي مشكل تهريب دخان بلبنان، يعني هذا اذا عم بحكي دخان اللي هو ماده منا ممنوعه عم بقدر اني اضبطها. فكيف اذا كنت عم بحكي ضوابط اضافيه عم حطها على ماده مثل ماده الحشيشه بوجود ريجي سواء نفس الريجي او ريجي اخرى لضبط موضوع الحشيشه وزراعتها واستلامها؟ هذا الامر لوين بيؤدي؟ بيؤدي لنتيجه اساسيه انه المزارع اليوم هو ضحيتين،
هو ضحية الدولة لأنه لما يزرع ما يتلاحق كشخص، هو ضحية تاجر المخدرات لأنه هيدا التاجر اللي عم ياخد منه الحشيشة هو المصدر الوحيد اللي ياخد منه هالنبتة. رقم واحد. رقم اثنين، استغلال التاجر لهيدي النبتة يا ريت عم تعلق على موضوع الحشيشة. يعني هلا حنسمع شيء طبي عن الموضوع وحنشوف انه الفرق ما بين دخانة سيجارة الحشيشة او المخدرات التانية الكوكايين والهيروين وما الى هنالك في خطورة تستعمل هيدي النبتة. هل صحيح انه النبتة المقترحة لزراعتها ليست نفس النبتة اللي عم بتم زراعتها الان ولن تكون صالحة للاستعمال الشخصي؟ بعتقد هذا الموضوع سابق لأوانه انه ينبحث بهيدا، لانه في عنا نحن اوريدي زراعة موجودة لابد من وجود حل لها، وهذا الموضوع بيصير بالتدرج. ولكن المشكلة انه هالزراعة الموجودة هي للاستعمال وليست للمنفعة الطبية او للعلاجية، والمقترحة اللي هي غير موجودة هي للمنفعة الطبية، وهي المطروحة بالقانون. هي لوضح الموجودة حاليا بتنفع للمنفعة الطبية وللاستعمال، اللي ممكن تنجاب بعدين تكون صالحة للمنفعة الطبية وليس الاستعمال. وهذا الموضوع بيصير سهل جدا اذا بدي عن زراعات بديله، اذا عندي موسم معين بدي شرعه، الموسم اللاحق فيني كثير بسهوله شديده اني استبدله بالنوع اللي غير صالح للاستعمال للاغراض الشخصيه، يعني هذا الامر بياخذ وقت برايي منه كثير طويل، المهم يكون هناك واحد اراده فعليه لحل مشكله المنطقه، يعني ان يكون التشريع المقترح هو فعليا يتجاوب مع المشكله الموجوده وليس مع مشكله نظريه. رقم اثنين، انه يكون التشريع اللي موجود طويل الامد، بمعنى انه نحدد الاراضي اللي يمكن ان تقوم بهذا الامر، نحدد المرجعيه اللي فيها تستمر او فيها تستخدمه لهيدا وتستعمل الاغراض الطبيه. وبدي ارجع اشير كمان، القوانين اللبنانيه بطبيعه الحال بقلبها حالات لضبط الاتجار المشروع بالمواد المخدره. تعرف عندنا نحن مستشفيات، عندنا اغراض طبيه، يعني لبنان بيستورد بعض المواد، بيستورد مورفين وبيستورد يعني كثير من البين كيلرز، ولكن هذه كلها مشرعه مضبوطه وفي لها محلات خاصه للاستيراد. هناك شروط كمان يقال انها ليست مضبوطه، يعني على بوقت الوزير وائل ابو فعور لما كان وزير صحه نحكى عن هذه استخدامات مسيئه لهذه الادويه او لهذه المنتجات. ايضا امر يعني دكتور غازي وزني بدي اسالك، يعني كلام الدكتور منصوري وهو راي قانوني مقاربه قانونيه، اليس في حرف للانظار عن المساله الحقيقيه واللي عم بيقولوا لنا انه التبغ ومقاربه ريجي، ولكن التبغ الدخان عم ينباع باسعار عم تشتري الدوله من المزارع باغلى من اسعار السوق، وهذا الامر لن يكون هو ذاته بالحشيشه. بتختلف، هل حتقدر الدولة تدفع للمزارع الحشيشة نفس الأسعار الموجودة بالسوق السوداء؟ أكيد لا. يعني أكيد أولاً المقارنة مش بمحلها، بس عم نقارن. ولكن يعني أنا ما بدي أقول إنه المقارنة هاي عم بتتم حتى من قبل الرئيس بري عم بس عم نقارن بقصة الريجي مش التبغ. عم نحكي كريجي كإدارة ناجحة، إنه مثال قصة زراعة الحشيشة لأغراض طبية والصناعية وما هلا بنحكي فيها، انه تكون نموذج من هذا المنطقة. بس كيف حتكون مقومات النموذج؟ هلا بنحكي، هي أول نقطة. ثاني نقطة، قصة انه اليوم مثلا بنحكى بموضوع الحشيشة، زراعة الحشيشة لأغراض طبية، البعد تبعولها مش انتخابي، البعد تبعولها انه اليوم ماكنزي جاب تقرير، والتقرير تبع ماكنزي الأساس فيه والتركيز عليه قصة تطوير الاقتصاد الوطني وتحويله من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج. وزراعة الحشيشة يعني عم نتوجه تلقائيا بموضوع الموضوع نحو القطاعات الانتاجية. في نظرية مؤامرة بتقول انه حتى ماكنزي تم استدراجه وفي تواطؤ اليوم من هون القطاع الزراعي بيكون اول نقطة بيستفيد من هذا الموضوع انه عم نجي. ثاني شيء القطاع الصناعي بده يستفيد من هالموضوع، بس عم تحكي مثلا على الادوية. الادوية مثلا اليوم نحن لبنان بيستورد مليار و200 مليون دولار، بينما بيصدر فقط 100 مليون، يعني عم تدخل بالقطاع الصناعي عامل كتير مهمة. وثالث نقطة بس عم تقول انه الاجواء الرئيس بري ايجابية او متفائلة بقصة الانتاج السريع، هذا رايح من منطلق انه اليوم زراعة الحشيشة سريعة. مثلا اذا بتسأل اي مزارع بيقولك نحن بأزار نسين من زيت البذور بأيلول بيطلعوا الوحدة
وبعد 3-4 اشهر بكذا وبخمس اشهر يعني 7-8 اشهر. ولكن هذا الشيء المتعلق بالزرع بس الضبط والقوننه هون انه ما بقارن انا بالموضوع انه الضوابط الدكتور منصوري الرجل القانوني اللي هو من الاشخاص اللي بده يحط الضوابط يروح على هواجس، بس انا قصدي بالموضوع انه البعد تبعوله اقتصادي بالدرجه الاولى. البعد الثاني اكيد انمائي اليوم، بس ساعات المحافظ عم بيحكي عن هرمل، الكل بيعرفوا انه 60% من اهالي الهرمل مزارعين، والكل بيعرفوا الارقام موجوده انه الفقر بمنطقه الهرمل بيوصل ل 30% من المواطنين، والكل بيعرفوا انه البطاله عندهم مرتفعه كثير بتوصل ل 27%، والكل بيعرفوا على انه منطقه الهرمل تحتاج الى الانماء، الماء المناطقي، الكهرباء، المي، الصرف الصحي وكذا، كل هيدي عوامل بتدخل، بس معالجتها اكيد مش بكا مش كبسه زر بالشغله. والقصة الوالدات اللي بدها تيجي مليار حسب ما كنت، تيجي 800 مليون اقل او تيجي مليار 200 مليون، هيدي بترجع للمساحات، المساحات يلي بده نزرع فيها الحشيشه. هل مساحات يكون 6000 هكتار، يكون 10000 هكتار، 20000 هكتار؟ على المساحات هونك عم تحكي ب 60000 هكتار و 80000 هكتار. هل ستتوزع الامور الى المناطق الثانيه من ناحيه يعني عكار. من هون انه الارقام الموارد يلي الدوله بتستفيد منها واسعه حسب المساحات اللي بتصير فيها بالفعل، وهل ستمتد من الهرمل للباقي الى المناطق الاخرى بالعكار او كذا، يعني لانه زرعوا القمح وما مشي الحال. من هون انه مناطقيا الجنوب مهيئ، العكار مهيئ، لا يبدو انه ما عم ينحكى عنهم بخاطر، ما بيفكروا فيهم لانه اليوم عم بيفكروا اكثر شيء بالمناطق الفقيره. اليوم لاحد مثل احد الدراسات يعني ما انا احد الدراسات عجبتني كثير فيها، بيجي بيقولوا بيسالوا سؤال انه ليش اليوم في زراعه الحشيشه بالبقاع والهرمل؟ اكيد في له سببين، في سبب الـ يعني التأس، انه والله الحشيشه بتقدر تتحمل التأس البارد والسقع، البارد والشوب، ايه لانه الشمس الحارقه بالبقاع مع الليل والسبب البارد. اهم شيء انه الحشيشه انه بالبقاع في عشائر حشيشه، كونه انه زراعه غير مشرعه بدها حمايه، وما في حمايه فعليه عشائريه الا بهالمنطقه، لا متوفر في ارث عائلي يعني بالموضوع. عشائر ارث عشائري عائلي بتلاقيها بالوحده، ايه. عشائر يعني عندك عشائر غير موجود بمكان اخر، غير موجوده بالجنوب مش موجوده، عندك عائلات بغير محلات. هذه من الامور يلي خلال هالعشرات السنين كان موجوده هالزراعه لانه بدها حمايه، وهن اللي بيأمنوا للحماية الذاتية. هيدا بياخدنا لمسألة أساسية. ساعات المحافظ بدي أسألك عن تجربة ردا على الدكتور وسيم منصوري اللي قال إنه في تجارب انعملت بلبنان عطى أضاء على أمر إيجابي. بالمقابل رئيس مثلا جمعية المزارعين أنطوان حويك بيقول إنه بفرع الزراعات المتسعة بمصلحة البحوث العلمية تل عمارة 2011 اجرى تجربة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة لملائمة تأقلم القنب الصناعي للطبيعة اللبنانية، نعم. وامكانية زراعته كبديل من القنب الهندي. النتيجة انه حصل عمليات تهويل تجارة، اكتشفوا انه يعني صار في هجوم عليهم بالمنطقة لانه ما قبلوا التجار بهذه العمليه رغم انها كانت تحت رقابه الامم المتحده. معناته التجربه العمليه ومن شخص معني يعني عم بيحكي منا مشجع. لا هلا اول شيء بنرجع بناكد انه التجار لابد انه هدول مجرمين لازم يتحاسبوا. العبث بامن المجتمع دكتور منصوري عم بحضر لهم يمكن عفو عام او لا هلا انا لا ما حضر له عفو عام. انا شخصيا لا لا ممكن انا جو القانوني انا برجع باكد على شغله انه انا بتعاطف مع المزارع يلي ما كان عم بيكون عنده بديل اخر. بس كمان خلينا بس نوضح كم شغله. اول شيء يعني سبحان الله ما كانه خلق بعلبك الهرمل كطبيعه لتزرع حشيشه بالصخر بتطلع الحشيشه ببعلبك الهرمل بحاجه للندي اللي هو موجود بهيدي المنطقه. الظروف المناخية هي ملائمة جدا لها، مثالية بإضافة أنه هيدي النبتة ما بتمرض إذا أجا برد، إذا أجا برد، إذا أجا تلج، إذا أجا شتي ولا لا، تطلع بجميع الأحوال بهيدي المنطقة. وكلفة استخراجها المزارع نفسه بيقدر وكلفتها كمان بسيطة.
هلا باليوم المزارع برجع باكد لك على شغله انه هو بده يعطيه المنتج اللي بدك اياه، شرط انك تشتري منه باسعار مقبوله هو جاهز. اليوم حتى بموضوع نبته الحشيشه في انواع مهجنه موجوده بهولندا ما بتحتوي ماده تأشيرة اللي تستعمل بالتعاطي. نبته الحشيشه في لها استخدامات غير الاستخدامات الطبيه، تدخل باستخراج الزيوت، مستحضرات التجميل والكريمات، بالشامبوان، وبين من الفايبر اللي فيها بنعمل قماش وبنعمل اجود انواع حبال البواخر المستخدمين بالعالم. فاذا نحن ليش بدنا الملابس ايضا بالضبط حتى اللينن وال فعندها هالقد فوايد، ليش نحن بس بدنا نروح باتجاه الاستخدام الغلط؟ اي شيء اليوم اي شيء موجود بين ايديك ليش اللي اكتشفها الانسان او اخترعها الانسان فيك تستخدمها بشكل خاطئ، فيك تستخدمها بشكل صحيح. فطيب هيدي هالنبتة في عندها استخدامات كثيرة ايجابية صناعية بمستحضرات التجميل وبالموضوع الطبي، ليش ما بنستفيد منها؟ ليش نحن دائما فكرنا بيروح باتجاه الخطأ يلي هو موضوع التعاطي يلي هو موضوع مرفوض؟ وبدنا نأكد على شغلي انه موضوع تشريع زراعة الحشيشة لا يعني تشريع تعاطي الحشيشة، هدول مسألتين مختلفين عن بعض نهائيا. دكتور منصوري، التشريع يعني لعفو عام، تشريع للحشيشة مقابل الكلام عن عفو عام عن آلاف المطلوبين أكثريتهم من منطقة البقاع، مروجين يمكن متعاطين. طبعا كنت قلت أنه المتعاطي الوضع مختلف، بلكي هلأ منضوي على هذا الأمر، ولكن التهريب والإتجار والمافيات الكبيرة، هل فعلا خلف الأبواب المغلقة عم بيتم التحضير لهيك شيء أصلا نحكى عنه قبل هذا الكلام؟ إذا بنكون منطقيين مع أنفسنا ونحكي على موضوع تشريع لزراعة الحشيشة بلبنان في بعض المناطق أو بكل المناطق بغض النظر، مع طبعا وضع الضوابط اللي حكينا عنها، لأنه زراعة الحشيشة بترتبط بتحديد مساحات محددة ومعروفة بأسماء أو مين عم يزرعها وين عم يروح إنتاجها. إذا مشينا بهذا الخط لا يمكن نقول اليوم أنا بدي شرع زراعة الحشيشة بدون ما أخذ بعين الاعتبار ضرورة صدور نوع من أنواع قوانين العفو، واللي بنسميها قانون عفو عام لأنه بتصدر عن مجلس النيابة بطبيعة الحال. ما ضروري يكون مشابه لقانون العفو اللي صدر عام 1996، ممكن يكون محدد اكثر بشكل انه يتناسب مع التشريع المقترح اللي حيصير او اللي ممكن انه يتشرع قريبا. مثل ما ذكرت قبل بشوي موضوع ممكن يتسيس هذا الامر باتجاه الكلام عن يعني ناس بسمنه وناس بذات، انه في الناس اللي هن بملفات ارهاب او ما يسمى بملف الاسلاميين، انه لا لن يتم العفو عن هؤلاء مقابل العفو عن يعني المقبوض عليهم او الموقوفين او المحكومين بهذه القضايا الخاصه بالمخدرات. هذا سؤال وجيه بمكانه، لانه بالمرحله السابقه هيك صار، بالمرحله السابقه لما تم الحديث عن بعض قوانين العفو تم ربطها بملفات بيكون اختلف المناطق. بس بدي ارجع لموضوع تشريع الحشيشه بحد ذاتها وتشريع الزراعه بحد ذاتها، إذا بدي أحكي عن هيدا الأمر ما بقدر أعمل منه من المنطق أني أقول أنا بدي شرع زراعة حشيشة بدون ما أحكي عن عفو عن من زرع أو من يزرع هلأ اليوم هيدي النبتة. وبالتالي بدي أرجع على الشام كاملة أو رحل على سلسلة المتعلقة بالمخدرات. المخدرات مثل ما قلنا بتبدأ بالزراعة بالأشخاص اللي بيشتغلوا بتحصيل المحصول، ومن ثم تجي على مرحلة التصنيع اللي مفروض تنتفي البطل الموجودة، الإتجار لابد انه يبقى معاقب عليه، ومن ثم الادمان بالاساس ما لازم يروح على الحبس. يعني اللي احنا عندنا اليوم في جريمه ادمان اللي هي جنحه، بس في هدول الاشخاص اساسا مكانهم منه الحبس، مكانهم هي الاماكن اللي بتعالجهم من موضوع الادمان. فاذا في مخارج عاده القضاة بيذهبوا لعمليه انه بيحولوهم لمراكز وبيعملون تخفيف وهذا الامر لابد من التنويه، انه في مواقف كبيره لمجموعه كبيره من القضاة بتاخذ هذا الامر بشكل دقيق وبتقدر تعالجه، ولكن القضاة منه قادرين يعالجوا كل المواضيع، لانه موضوع الاتجار والترويج هن موضوعين مختلفين تماما. بس بلبنان بحسب القانون اللبناني اثنين معتبرين جنايه، يعني ترويج على سبيل المثال اذا كانوا قاعدين ثلاثه مع بعضهم واحد جايب سيجاره واعطاها لاثنين الباقيين، اللي عطى السيجارة اثنين الباقيين أصبح مروج وبالتالي يعاقب معاقبة التاجر. وإذا بدي أحكي بالمنطق الاجتماعي العادي هذه الأمور يعني أكيد واجهتها بملفات، هذه موجودة، ملفات موجودة باليوم أمام القضاء، ملفات موجودة، ومشكلة القاضي كيف عم يتم التعاطي معها بشكل عام؟ القاضي بده عنده قانون بده يطبقه، ولابد بحقيقة، ولكن هو يملك سلطة استنسابية كمان بحدود معينة، ما بيقدر يخرج عن إطار النص. هلا بيحاولوا القضاة بهيك أمور لما تكون واضحة، خاصة إذا عم نحكي عن تلاميذ جامعات وهيدي إف كتير خطرة، بيحاولوا أن يخففوا من وطأ هذا الأمر. بس هون بدي نوه بين هلالين قبل ما أرجع على موضوع العفو كيف ممكن ضبطه. نحن لابد أن نأكد على موضوع
نحن عم نحكي على موضوع تشريع الزراعة ضمن ضوابط محددة، ضوابط علمية فعلية. أنا أعطيت مثلا الرجيل أقول إذا زراعة زراعة التبغ يمكن ضبطها، أكيد زراعة زراعة المخدرات مع الضوابط اللي بتنحط التشريعية اللي بتنحط معها أكيد يمكن ضبطها. يعني عم تحكي عن كنت عن الرجيل كعملية إدارية هيكلية تنظيمية، إنه أمر موجود عندك مثل موجود خلينا نطبق مثله. يعني الأمر ممكن، مش إنه والله بلبنان إنه الأمور ما بتزبط، لا بتزبط، ولكن هيدا الموضوع ما له علاقة إطلاقا بموضوع التجار المخدرات، تجار الحبوب اللي هي كمان هيدي مواد كيماويه ما بعرف من وين اللي عم تقضي على مجتمعنا وعم تقضي على على الجامعه والحبوب هاي المتداوله كمان هيدا موضوع على السياق كليا 100%. فهيدا بدي ارجع على قانون العفو. لما بدي احكي عن قانون العفو اذا ربطته بموضوع التشريع اكيد بخرجوا من الاطار السياسي انه يربطوا بملفات تاني. اذا حصرته بموضوع ان انا عم شرع زراعه وبالتالي من يستحق العفو هن اشخاص محددين اللي كانوا ملحقين لانه زرع له، بس هذا يستدعي يعني يستدعي انه يعمل بهذا القانون اذا اقر بمفعول رجعي. طبعا ما هو العفو بكل الاحوال سيكون مفعول رجعي لان التشريع من تاريخه اصبح مشرع بده يرجع بمفعول رجعي، وهذا يحتاج الى دراسه متانيه. اذا خرج الامر من عقاله واصبح عام جدا انا بوافقك انه حيروح على الاطار السياسي. إذا حضبطناه بالإطار اللي عم نحكي عنه اليوم بشكل إني خفف الوطأ على اللي زارع اللي هو فعلا متاجر واللي هو ضحية التجار وأنا عم شيله كضحية للتجار عم بعطيه حق إنه يزرع والدولة تاخذ له إنتاجه، هيدا الشخص بطبيعة الحال إذا عليه بعض الملاحقات لابد إنه نحن نسحب عنه هيدا الملاحقات ليقدر يمارس حياته بشكل طبيعي. واضح. مشاهدينا بعد الفاصل نتابع هذا الحوار مع ضيوفي بالاستديو ونطلع على الرأي اللبناني وتصوره بالذهنية لمسألة الحشيش تعاطيا وإتجارا والعلاقة مع حزب الله، ماذا عن العقوبات التي أتت على حزب الله بالمرحلة الأخيرة والضغوطات المتزايدة عليه، وما العلاقة مع موضوع تشريع الحشيشة إن وجدت. بعد الفاصل